يكون شامل عما محافظات الوطن كافة، حدادا على أرواح شهداء المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مدينة نابلس الأربعاء، وأسفرت عن استشهاد 11 مواطنا وإصابة أكثر من 100 في جريمة بشعة يدنى لها جبين الإنسانية. شعبنا الفلسطيني لن يصبر طويلا على مثل هذه الانتهاكات والإجراءات، هذه الهجمة غير المسبوقة بحق الشجر والحجر والبشر في كافة المحافظات الفلسطينية، وعليه على المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية الدولية أن تتحمل المسؤولية قبل أن يكون هناك انفجار وهبة جماهيرية فلسطينية. لن تقبل بهذا الذل ولن تقبل بهذا الاقتحام وبهذا القتل وبهذا الاعتقال وبهذه الممارسات المخالفة لكل الأعراف والقوانين الدولية. جريمة حرب بامتياز، بالإضافة إلى أنها مجزرة، وهذه المجزرة ألقت بظلالها على كامل محافظات الوطن، وبالتالي هذه كان هناك دعوة من القوى الوطنية بإعلان حالة الإضراب الشامل في كل ما في كل أنحاء الوطن، ومدينة القدس هي أكثر محافظات الوطن التي تتعرض إلى الانتهاكات والقمع والتنكيل من قبل حكومة الاحتلال. بدعوة من حركة فتح عم الإضراب الشامل في محافظة سلفيت، موقف موحد على مستوى الوطن وكل شعبنا الفلسطيني، تنديدا بالجريمة التي قامت بها حكومة الاحتلال وأجهزة الأمن الإسرائيلية، وهذا رد بسيط من أبناء شعبنا وغضب لأبناء شعبنا ضد الجرائم التي يقوم بها الاحتلال. الإضراب شمل كافة مناحي الحياة، حيث أغلقت المدارس والجامعات والمصارف والمحال التجارية التزاما بالإضراب الذي دعت له حركة فتح والقوى الوطنية في محافظات الوطن، ليعبر عن حالة الغضب الشعبي الكبيرة جراء تواصل جرائم الاحتلال وسط صمت وتخاذل من المجتمع الدولي. هذه مجزرة وهذه نازية جديدة تضاف لسلسلة جرائم هذا الاحتلال الفاشي النازي، ونحن هنا في هذه الفصائل وأبناء شعبنا في طول كرم جميعا نستنكر هذه المجازر، ونحمل الاحتلال الإسرائيلي أولا المسؤولية الكاملة عن ما جرى في نابلس، وأيضا المجتمع الدولي ومجلس الأمن يتحمل المسؤولية الكاملة على سكوته على هذا الصمت أيضا اللا قانوني واللا أخلاقي بحق شعبنا. نقول أن هذا الشعب شعب واحد متماسك، شعب لا يمكن أن يترك نابلس وحيدة ولا يمكن أن يترك جنين وحيدة تنزف، هذا شعب عظيم. نحن ليس لنا إلا أن نعتمد على أنفسنا. وجود الاحتلال بحد ذاته موجب للمقاومة وموجب للتصدي لإزالة هذا الاحتلال، فما بالكم حينما يرتكب هذا الاحتلال مستوى عالي جدا من بشاعة الجرائم بحق أبناء شعبنا الفلسطيني بشكل أصبح شبه يومي. شعبنا لن يألف هذا المظهر ولن يسلم بوجوده، وستتصاعد المقاومة بإذن الله. نترحم على شهداء نابلس، نترحم على هذه الدماء الزكية التي روت أرض فلسطين، وهذه الفعالية تأتي رد هي أقل واجب من محافظة الخليل لتكريم هذه الشهداء، هذه الثلة من الشهداء التي روت أرض نابلس. هذا ودعت القوى الوطنية إلى أوسع مشاركة شعبية بفعاليات المواجهة مع الاحتلال في المدن والقرى والمخيمات، والتي تشمل الخروج بمسيرات غضب عقب صلاة الجمعة. التزام تام بالإضراب الشامل الذي أعلنته حركة فتح والقوى الوطنية في محافظات الوطن كافة، وذلك تنديدا بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا، وكان آخرها في مدينة نابلس. من مدينة رام الله، حنين الحلو، تلفزيون فلسطين.